جاهز؟ لشو؟ شو لشو؟ إن شاء الله فكرك جايين على نص البحر لحتى نستمتع بمنظر بدنا نسبح. والله يا ابن العم إذا بدك تستمتع بالبحر أحسن شي تتفرج عليه من بعيد بدون ما تغوص فيه. أنا هيك علمتني الحياة. لو بدنا نتأمل وكنا بقينا على الشط لازم نتعرف على السباحة على الغميق. لا معلش أنا بفضل أبقى أنا ومرتي هون عم نشرب كاس على اليخت. يا عم السباحة بتنشط الدورة الدموية، صحة كلها صحة. أنا الدورة الدموية تبعي تمام. بفضل تنزل أنت ومرتك تسبحوا تحت وأبقى أنا ومرتي عم نسبح لها. لا جهاد، إذا سبحته على قده بلا ما نحرجه بدنا ننبسط، ما بدنا يصير شي معنا مش حاسبين الحساب. لمار أنا بسبح كثير منيح، بس المشكلة إني ما بحب سلم روحي لحدا غدار وما إله أمان مثل البحر. شو هالفلسفة؟ ما تعطل هم، أنا رح كون معك بالمي ما تخاف. حالي بسرعة. استفزني اللي مش لقلك رح طلع عيوني عليك يا رشا رشا خافي. عم فكر انزل اسبح معكم بس خايفة اغرق. خليك يا عقلي مثل ما بعرفك. على فكرة بحبك بس تتزاكى. وأنا بحبك كمان لما تشغلي راسك. ها؟ يعني اعترفت أنك بعدك بتحبني. خلص ما تخاف أنا ببقى معه. إياد خايف ينزل ويترك رنا لوحدها هون. لا مش مشكلة، إذا أنت معها أنا رح كون مطمن. جاهز؟ أنا دايماً جاهز.